أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التانيس درسي دو صحفت وحوت لدرس كان شرحي ابن عقيل. مصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه أفرمي علامة التأنيث تاء نو ألف، وفي أصام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. يكك لم بابتاني كلمت ثبدا بعثي لك بعثي تأنيسة. بهر حال هندك إيرادي أنجرتوا باشا لو أنا جنابي سيوتي إيراد دقل دلال باجوا بيكتها التأنيس والتذكير، يعني سردير بابك عنوان بابك بالتأنيس خالي داننايا بلكو بيكتها التأنيس والتذكير عوا وكو لكافي وتسيل لا أبو جوري كردو أقوى كده جوان تربو شنك دلال وكو أو هند باب مانهن دولانا المعرب والمبني، النكرة والمعرفة، المقصور والممدود، لرجل التانيس والتذكير. أو بلا أم إلى دي سيوتي قابل قبولنيا لقال رزو حرمة مانبوي لبرو مستنيب لرداء برحمد بي قصة الزور كم لمذكرناك دي أبدأ شون لترجمة بابا كذا لعنوان بابا كذا باسيكا. بلان وقت دل المعرب والمبني لبيش ودل والاسم منه معرب ومبني أمزل شبه من الحروف متني باشا أمزل معرب الأسماء مع قل سليمة باشا أمزل بو نكيلو مالي في البحثي نكيلو دك أمزل السر باسي مالي بلان ليرة دا مقصور ممنولي شبه باسي هلو كان دك بلان ليرة دا لزورو لكن باسي مذكرناك وبويا دارشتني سرتاي فصلك بأتانيس بعيب وبإرادة إرادة كي لي ورناقلين لجناب السيوتي على النشاني تأنيس تي ألف أو بو تنوي عنك بوشك. أما كذا النشاني تأنيس حلبا لإسم متمكن دا وكول تسهيل لا ابن مالك أو قيد بوديدة، يعني لإسم متمكن دا لإسم معرب دائنا بحث ما لإسم مبنينيا لأسامي دا الأسامين دا تقديري تان كردوا وكو كالكتف وكو لكتف دا أو جاء دمه عبارتك ترجمة كتاب وكم جابي موصر توضيحك وتقديري تاك بضمير وبياني ضمير دا زاندريت كرد في تصغير وكو قرانة وبناء وتصغير كار اسمك لتقدير دا تاي تدابي لتصغير دا تاك ودر ذكبت شم قصمان هي لسر أمدو بيته يكم كده فرمين نشاني تأنيس تي ألفا. أولا لم دوانا ألفا كده بيت الدوبش وكو ديلين مقصورة وممدودة تحاكا جو مشخصة باشا ليردا تا بنسبة ألفا وزوت البكار ديت لبرأوا تاولي هندي جار بنياز بين لتاء للفظ ذا بوك تقديري دكين لعند اسم دهر وكب خوش اما جيبيك وكل عين يد كتف اواند بلان ايما نيمان اسمك بلان لتقدير ده الف مخصورة ده لتقدير ده الف ممدودة ده واتتا بهر دولان ده هم للفظ هيا جاري وهم جاري لتقدير ده هيا او خالق كده فرمي او الفون أم ألفا ما بس بي ألف مقصورة وممدودة ألف مقصورة واضحة باشا ألف مقصورة واضحة أما لرابران بالنسبة ألف ممدودة ألف ممدودة ألفك كالبيشيدة ألف زائدة هي مثلا حمراء بنمونة أما لا صلا حمراء دو ألفا ألفي كوتا ألفي آخر علامة تأنيس نجا ألفي أول أو ألفي أول ألفي زائدة ألفي دوهم قلب دكري بهمزة
تبت حمراء أوي كمن باسم كل أمام مذهبي جمهوري بصري كان برجل بصري كان دلن همزك وألفك تيجرا نشاني تانيس أو دو قول كوفي كانش كدلن نخي همزك عرزي برايخون كم بو تانيسا زورتاكا وأصلا لأصل دا ألف نبوة ألف نبوة واتا اوي كبصري كان ديلن بكردي اوي مقصور مولود يشيك الاصل دا بلان دوا او الف زائدة الف يتشكا هيا او الف دوا هيا كدبية بهمزة امجا لواقع دا مدكا دلوز دبيت دا تشيرشيت اهو وبالنسبة في أسامي أما أسامي وزني أفاعلي هي الأصل الله تنقى جمع أسماء جمع الجمعة جمع إسم أسماء جمع إسم أساميش جمع الجمعة حس في زيادة كي لكره باشا أمزا كده فرمي وتقديري تاك بزمير وببيني زمير تزان درد أو خوشي شارح هندكي لسر دروا لخزمتنا دارس كم مثلا كدلي بزمير ده زندريت مثلا يعني اسمه كهيا تيل تقدير ده هيا باشا تو تلكي بزمير بويدا بيتو باشا بزمير بويدا بيتو يعني زمير كالكبو بردوا با او بويدا بيتو تي بيدالا بتأنيز بويدا بيتو اما يك يا مثلا وكو اشارة هذه جهنم التي تقول لي هذه جهنم التي أو ياوكو دانش جانا با أوي تيبي دلان بتصغيرة هل دارج بوصفة يعني تو صفتي كيبود يعني كصفتك مؤنثة أو دردك كموصوفة كالواقع دا تيكي تاني سيتي مقدرة أو بأم توضيح كورتيا شارح الفرمي أصل الاسم إن يكون مذكرا والتاني سفر عن التسكيري على بناراتي اسم أوية كمذكر بي وتأنيس فرق تسكيرة باش ولكون التذكير هو الأصل استغنى المذكر عن علامة تدل على التذكير ولبرا ويتشون كمذكر أصلك بنياز مذكر لنشانه كدليل بالأسل مذكر بوني نشانين يا شتي أصل نشانين يا معلومة ولكون التأنيسي أمجا فرعا عن التسكيري أها افتقر إلى علامة تدل عليه ولبل أول التأنيس فرعي مذكرة محتاجة برو علامتك كدلالتك علامتك عليه لسر تأنيسك كوهي التاء والألف المصر أي المنود أمس يعني والتاء أكثر في الاسماء من الألف التاء لزباني عربي داوكو نشاني مؤنس أم زورت دا تاك هم لألف تمخصورك وتشا ممدودك باشا ولذلك أفرمي قدرت في بعض الأسماء هل بلوك تاك زور بكار دي لحندي لإسمان دا تقتدك كعين وكتيفين باشا آه ويستدل على تأنيس ما لا علامة فيه ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا وبالغدا هندريته لسرت أنيس اسمك كعلامتك برشاوي تدانية لو اسم مؤنثا كان باشا علامتك برشاوي تدانية دليل بلغده نسى وتأنيس بقرانوي زمير إليه بو أو اسميا مؤنثا بشوي مؤنث نحو الكتف يا الكتف نهشتها آها كتتب وكتفي والعين كحلتها آها كتتب وعيني وما أشبه ذلك يا أو يوكو أعندس مثلا كوصفه مثلا بونمنا بالمؤنث باشا وكو أوكا وصف كيف مؤنث يعني صفة مناسبة بني دلي أكلت كتفا مشوية ياها لقرآن في عين حمئة تقول لي
وكرد تا إلي في تزياو كو قرانوي تا أبو لائوي لتزياو كو كتي فيا يدي كتيفة يدية أو يا أصلا خبركي لكي تمونس يانا حالكي لكي تمونس يا عددكي لكي تمونس يا إشارك يا فعلك مبرداني فعلك على عمثل نسبو مدادني أما أنا كوم الله شدن كان شرحي علموزي شابة ترتسل وأظانم ليودا باسم كدن أخواشتي كيوام لبيلة إتاو أما علامتي تانيس أم علامتا لچويدا ظاهرة وبرچاو دبيو لچويدا برچاو نبيو ظاهر نابت دبي هندق لنبابتا بزاني أم سيبيتا زور زرورن حبيشة أقامان ليبيت تماشاك دلتي ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التا تمتنع تماشاك على كومال وزنان هن أم كومال وزنانا بمان هوي ونمان هوي تيتاني زور ناكر وبنوعك جوريك دار جاون صيغة كانيان كدتواني بلين كأم صيغانا بو مذكر بو مؤنس بيكشي وبكاردن لوانا وزني فعول باشا فعولي البتا بمعنى فاعل مفعال مفعيل مفعل آوة باشا زول بجيه او جا استت مشاكه انا موزنانا على اجر هاتو ام وزنانا هاتنا بردس امانه عاده تيت اني زناكل اما خالك زوزور جوهري خدبي بيزاني زول بجيه است بو ام بابته یک لحظه دمه بابته تا عرض کم زدر بچه یا تماشا کن اله ولا تلی تلی فاعله که بو تعریس اله ام تا نایا بشوین سیغه که وکو فاعل ده کوا حالی تا کوا بفارقتن جاكرا وبيت مذكر مؤنث لمذكر فارقة حالة لفاعل تلي كبوتاريس يعني أمتى أكتيت أنسا نايت كحال وابيت جاكرا وي مؤنث لمذكر بيت نايا بوشي بوزن فعولي نايا باشا نايا بوزني بوزن فعولي نايا أما نكتيك بنهاية زرور كبزاني باشا كاكي بلا هو نائب أبي واتوزني فعل أم تائتاني سنقرد أما كي كحالي تائتاني سكوابي تبيت أبلا حالي فعل كوابي تبيت أصلا دو حالي تدايا يكميان فارقتنا كما حالا لفاعلي تلك بتأكد تتواني حالي تاكوابي جوية كروي تبيت نزل مذكر بيت أمجا أو تاء كآوة جوية كروي مذكر مؤنث لمذكر بين ناية بدوا فعول دانايا يعني فعول أو تاء وزن فعول أو تاء ناقد أمجا حالي أو فعل وابي أصلا أما أصلا حال لفعولي باشا كدل فعول ما بس فعولي بمعنى فاعلة بم قيدي أصلا خوي باراس مستنف لفعول بمعنى مفعول أو هنديجار تأدقري وكدلي أكولة بمعنى مأكولة ركوبة بمعنى مركوبة حلوبة بمعنى محلوبة أو وأمجا لتفسير أصلا دادة بأمبلين أصلا هندي قتويانا واتام فعول كاتك بمعنى فاعل بو بيدلا أصل
لبر او وزني فاعل اصلا بچا وزني مفعول او يك بلان جناب ابن النازم ده فرمي نا بوي فاعل كبمعنى فاعل بي بيدلن اصل لبر او فعولي بمعنى فاعل زورتر لفعولي بمعنى مفعول چي زورتر بو او اصلا ام تفسير شايا اما يك وزن وزني مفعال شهر لو وزنانيه كوا تأناكرت وزني مفعل لو وزنانيه تأناكرت كذاك مفعل هر بوش وزني مفعلش لو وزنانيه كوا تأناكرت اما چن وزن فعولو مفعالو مفعيلو مفعل ام چوارانا تاء فارقة يعني تاء كأم صيغانا وكو مؤنس دياريبكا وجيان كاتوانا لصيغة مذكرة كاني أمانا أصولا تاء تانيس ناقرن أي أجهاتو قرتيان وما تليه تالفرق من زي فشذوذ فيه وأو اسماني كتليه تليه هاك مفعولكيتي تاء فعلكيتي دقتك باشا إيه عرضي بلاي خومكم أو اسماني كوا لم تشوار وزنيا تليه بدواي دابي تايفر وما او اسمانا هر كامك دم چوار وزنية كوا تليه بدوي او اسم دابي تلفرق تاي فارقة يعني او تاء كوا لواقع دا مذكر مؤنس مذكر اللي جيه كاتواني من زي واسمك كتليه وما او باخوينينو اسمك تليه بدوي او اسم دابي تلفرقي تي فارقة كمؤنث لمذكر جامد كاتواني لشي أو اسمه من زي إشارة بو أم شوارانا فعول مفعال مفعيل مفعل بو أم شوار وزنية أو اسمي كوا بدوايدا تاء فارقة بد لم شوار وزنية كبا اسمانك فشو زوزن فيه لي مالا باسي ما كوا شاذ فيه لو اسمه ده هكا تتفو معك كتعبير ليس باشا هر اسمك تا فارقی گرد با وزن چو سر هر کامی گلم چوار وزنه یا شخص یعنی اگر بو اعتباری پی نکلیو و نابیت هم مبنی قاعده و قاعده پی همه شتوانه او زود چک اما او او فعل ای فعل و من فعیل که قتیل انتبع موصوفه غالبا تا تمتنیه تماشا ولو وزن فاعل فاعلي هلبت بمعنى مفعول جاء الشعر بعتاكم تنقصي للسرى لقد كان ولا فاعلك وكو قتيل البت فاعلك بمعنى مفعول بمن قيده باشا اجر تبع موصوفه اجر او فاعليا بدواي موصوفك هات يعني دوا بدواي موصوفك هات بزوري تاء ممتنع يعني فعيل بمعنى مفعول أجر موصوفي خوي لقال دابو تي ناقري تي قدغي بلام أجر موصوفة كيدا قال دانبو بيامك أوي كتعدك زود شك جاري كدلي كقتيلين بيش دابين السلوة باشا كقتيلين باو كدلي كقتيلين أما احتراز خوب درگرتني جناب مصنف لفائل بمعنى فاعل وكو رحيم ظريف اما تأدق لدلي امرأة رحيمة امرأة ظريفة باش اقا مصوفش لقلابي اما يك دو اقا دلي البدوي منصوفة كيلابي اما موصوفة ما بسش من هزاكم لهم دي اكتب لقدانو غلط بوكل بنا ظانم دا خوايان تلك بدوي موصوفة كيدا حاتب جناب ابن هشام برحمد بأفر مكاكا أو موصوفي كوا قسيل يدكري وزني فعل بدوي دابيت برا موصوفي صنعتينية موصوفي صناعينية يعني موصوفي نحوينية أو كذا صفة موصوف بدل مبدل منه سانم تأكيد عطف بان عطف أنا أو توابع ما وزنية أو صفتنا كانت باب توابعه وكو صفتي صنعتي نحوي أونا 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 أي
على بابا وصفي معناه ما بس صفتي موصوفي معناه ما بس باشا شنك دلتو دلي هندون قتيل لشوينك ككتل هندون قتيل أتو تينادي بقتيلي دي لقلوشا قتيل خبرة خو صفتني يعني سؤالتي قتيل إذا خو خبرة خو صفتني لواقع واتام وصفي معنوية جادل أجر لقال موصوفة كيدا هذا ما بس وصفي موصوفي موصوفي معنوي نج موصوفي صنعتي بلين مثلا هند قتيل هند موصوفة وقتيل صفة كيت نانا نانا أونا هند مبتدايو قتيل صفة كيب وخبر كي محزب نانا أونا أونا وصفي معنوي موصوفي معنوي عفو شو كلام شو نخوتو خوتو تينا ديتي لحالك شاكة سياكة مثلا مبتدا وخبر نيوانيا أو جا أجر أو فعيلي بمعنى مفعولة بدواي موصوفة كيدا هاد بو تفسيرا غالبا أنت تمتنع بزوري بزوري بغالبي تا قدغي باشا أما قصي زوريا يعني غالبا يعني في الغالب الأصل ما منصوبة بنزي خافض باشا و لم اي شيء مصنف او دردك بيت ك وزن فعيلي بمعنى مفعول ارزي بلاي خومكم اجر تا اجرت خلافي غالبا نكشاز يعني بغالبي تانا اجر قرتي خلافي غالبا نك بمعنى الشاز بلان او شوار وزني بيش دا وكفعول مفعال مفعيل مفعل أمانة أجر هاتو أوانا تاينجر أو شاصة شو كوس التصريح بيكل فرمين فشوزوز فيه بلا هذا أمدلا انتبع موصوفه غالبا التاتمتني بزوري تقدغيا يعني أجر أحيانا فعيلي بمعنى مفعول بدوي موصوفة كشيدة هاتبو بلام تايجر شازنية خلافي غالبا ما بصي في أول شارد فلم قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكري أم تاء بوي الزياد بوي الإسمان دا بوي مؤنث إلى مذكري في جوابت باشا كاكي بدا جابا عبارتة هاوكم آما جابا كومالا بابتي زور زرول وقرين دادا زور تاكا وأكثر ما يكون ذلك في صفاتي و بشي زور بي هر اوا اوا كدبد يعني مؤنثي في المذكر في جاو كذلك اماجي بوا وتميزي مؤنث المذكر وبزوري اوا كوا دبيت مذكر لمؤنثي جاو كذلك بتا لصفات عند دبيت كامل اسم عندها كقائم وقائمه وقاعد وقاعده بلا وقل ذلك في الاسماء التي ليس بالصفات او اسماء كصفنين كما كرجل ورجلتين الرجلات بمعنى جنى الله عبارة كما إنسان وإنسان إنسانة معنى الجنة باشا أرزي بلاي خلوم كم دالي عربينين إنسانة عربينية لصحاح جوهري غير الصحاح ده هاتوا ده قتري مينش ده قتري إنسان نج إنسانة أو عامة دلن إنسانة يعني كان عامة يعني عوام الناس عامة يخلق عامة يخلق كان أخوين دبارو صلى قواعد زواب دلن أوان دلن إذور تشاك يعني شتكي فصحني ومرئين ومرأتين لردا أصل أرزي بلاي خوم كم لا تيبيا دلن كدلي أمتى أبو الزياد والإسماء أبو المؤنس لمذكر جاو كريت بيجاوبت يعني أصل لم إشرا تاء بوجه كنوي مذكر مؤنس تاء وأمتى بزوري زياد بيل الإسماء دا بوي واحد للجنس جاوكا كل مخلوقات كل مصنوعات مخلوقات شجر شجرات بو مصنوعات لبين لبينت يعني لبينت يعني يخشت لبين يعني جنسك وجاري وها زيادة بين الجنس بوي لواحدك جيوك وكو تمرت تمرة تاء
محتمل كم أت كم أن أو هل إذا أمت أبو مبالغة وكرابية يا وكو داعية أما أمت مبالغة لا أصل صفة كذا وجهر بو تأكيد مبالغة كديت وكو بضلي علامة وكو نصاب علام يعني زور زان علام يعني لا خداني زور زانا بلا كوتل علام يعني زور زور زانا نصاب يعني كسي كوا نسبة أمانة باش دزانة يعني هوي نصب نصب باش دزانة كوتل نصابة يعني زور باش يزانة جا رواية أم تاء لجمع عادت بقربو يي نسبتك لمفردك داهية بس من دلم نسبتك سيددن بو أشعث بو هوزي أشعث دلم أشعثيون لجمع كدا دلم أشعثة بجي أو ياءك لمفردك داهية تيد دمية وجا رواية أم تاء عوض لفاء الفعل محذوف وكعدة كواو الأصل لبيشين عينك لا وحزبه تاك قرب يكدته جاري واب جاء عن الفعل وكو إقامة قول الصح يسيبه أويك أو تاب جاء ألفك كأصل ضع واب عن الفعل وحزبه جاري واع عرض بلا يخون كم بجاء اللام الفعل وكو سنة أو تاب جاء حصفي اللام فلكاته جاري واع أو تاء عوض قرب ولمدي باب تفعيل كعموما لا بلين لنا قز دا حذف دا بيوكو مثلا زكا تزكية أما لا صحيح دا دلي شرف تشريفا بلان لا لنا قز دلي زكا نالي تزكيا دلي تزكية مدك حذف دا بالحرفك حرف مدك دوابة جيغي بي تائق دا دني وجا رواية أصلا بو زوربوني حرف كلمة كذا وكو قرية وكو بلدة إنما خو لا قدا هزر عليك يجكله وخلاص الكلام ولا وغير أمانة شاتوا وها لقال هم أمانة دا دلالة دك على التأنيس المجازي لكلمة دك أو دايت دا باشا بدليل أوك زمير كان بتأنيس ورثتانه جكا لدودانا جيجا لو تايا كبو مبالغة وأو تايا بو تأكيدا وتأكيد مبالغة إيسا مثلا كدلي قال العلامة مثلا أجا وصفك البو هنا يا زميلك البو بردو بو مذكر بو إذا بيتوا شو كعلامة لا أصلا لا يدا وصف مذكر يا كبزوري بو مذكر بكاد باشا لشوينك يا راوية يعني كسك تزوري بعدك أول اللي يدا بكردي وبكرتي اگر تاکب با تأکید با مبالغه بو یا با تأکید مبالغه بو لو دشونه ده لتأنیس شراوتا لتأنیس شراوتا لوکانی که ده لهر کلمه یک ده بو کلمه که مؤنسی مجازی دادن درد او قاعده هنتان لبیر به زود ضرورو پیوستن و اشار بقوله ولا تلی فارقة فعول الابیات مشارکان إلى أن من الصفات ما لا تلحق هذه التاو أما جبر وكل الصفة كان هندي الصفة كأمتا أناقرن وهو ما كان من الصفات على فعلين إيش الصفة كان كلا سوزني سوى سوزني فعل بيت ماشا وكو مثلا القرآن لها توا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية بغيا أمصلكي فعولا بغيونا وهو يلك المياكوبنا وصعب الله ساكن دي خلاصي كلام قلبي وما كل بياء ويأ ما لا أدغم كدو لبر تناسب ما قبل كما مكسور كبو بغيا دوايا وكان بمنافع وقال بمنا فاعل بي وإليه أشار بقوله وبرو أوك بمنا فاعل بي أما جيكر ففرمي دي خوي أصلا أما جيني كبمنا فاعل بي واعترض بذلك من الذي بمعنى مفعولين هو بو خوي باراس لفعول كمانا مفعول بيت وإنما جعل الأول أصلا بوي أولا كي كفعولي بمانا فعل كدوتي أصل لأنه أكثر من السنة شوك أمزوت اللدوم أما هر عيني بوتشون ابن النازم وكو أرزم كدن لدرسي بيجدا يا درسي يدو لدرو بيجبو لواقل ابن عقيل هر تريك هاتوا استنساخي كي شرح ابن النازم يكردوا باشا
وذلك نحو شكور وصبور من شاكر صابر. يقال في القرآن الذكري والمنسي صبور وشكور بلا تاء، هذا رجل شكور وامرأة صبور أعرض زوجها. فإذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحق التاء في التأنيس. أجر هات فعول بمعنى مفعول به جاري واتي دقل لتأنيس وكو ركبت بمعنى مركبت تاء. وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار هربو شيوا أم تاء ناتشة تصير وصفك كالسا وزني مفعال به أم تاء بيوا ناتس بيت وريناغريت وكو امرأة كامرأة مهذار أي وهي الكثيرة الهذر يعني زور قصيها مشتيها الأقمل وهو الهذيان هذيان أو على مفعل يا كالسا وزني مفعل كامرأة مأطير من أطيرة المرأة إذا استعملت الطيبة مشتيبون خرج بكار بكتر أو على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثني شيء عما يريده ويهواه من شجاعته خلاص اشتقنا بتمانى إلوي. وما لحقت تا من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ أم تشوار وزنا وكباس ما كتا إتنز ناقلا وأوش لم تشوار وزنا لم تشوار وزنا لم تشوار صفة أقر تا إتنسي قر بو فرق جاوزي بين المذكر والمؤنث أو شاذ لا يخاف عليه قياسنا كثر وكو عدو عدوة وعدوة وميقان وميقان ومسكين ومسكينة أما شاذ. وأما فائل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فائل أم جياب بمعنى فاعل ومعنى مفعول فإن كان بمعنى فاعل لحقت التاء في التأنيس أجل هاته بمعنى فاعل بو لتأنيس تعليق جد وكو رجل كريم ومرأة كريم وقد حذفت منه قليلا هند زال لي حذف لبيت قال الله تعالى من يحل عزامة وهي رميم وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ألوتا ولمغنيدا لباب ترس أو قريبنا زور ما قسكر دوا يعني زانان يقدزنين براسي لو شونا دا اختلافي زور برشا وعظيم هي لو بابتا دا بلا وين كان بمعنى مفعولين أقل هات معنى مفعول بو إليه أشار بقولك قتيلين فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا ياوكو اسمان بكار لجريانا فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصفه أقل وكو إسمان بكار جيلاني بدويدا بدوى موصفة كيدان الحقة تغتير يقول الله هذه زبيحة ونطيحة وكلة أي مزبوحة ومنطوحة ومأكولة الصوع باشد الله زبيحة ونطيحة وأكلة أي مزبوحة ومنطوحة ومأكولة الصوع براوة لم يستعمل استعمال الأسماء أقل وكو إسمان بكار نجيلا بأن يتبع موصوفه أي بين بدوا موصوف كده هاد حذف من تاو غالبا بزوري تاي تيات سلكريت حذف دبيت بزوري يعني أما بزوري أو تايا حذف دبيت ليهدا زور تشاكا جا أم جا كتاك حذف بو نحو دليتي مرت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة آوان وقتل الحق تاو قليل بلا هندي زاد بكمش تأدقلت وكو خصلة ذميمة أي مسمومة تقول وكو قتمان أقر غير غالبة كأقر قرتي تأقر غير غالبة شازنية عاو وفعلة حميدة أي محمودة زور بجهة إن شاء الله وكيك هل دقلين ودرسيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.